السلام عليكم الاخوان. اليوم غنجيب لكم الجزء الثاني من المود ديال بيتا، اللي المود الجديد ديال الثلج هو هذا. دابا المود هو هذا الاخوان، غنزل فيه وغادي نوريكم كيفاش عامل المود، ونوريكم جميع الطرق. لحقاش الفيديو اللي سابق ما وضحتش فيه مزيان، بزاف ديال الحاجات كانوا ناقصين. دابا غادي نوريكم بزاف ديال الحاجات اللي هما يا مزال، ولكن بعيد بزاف، محاش واش غادي نوصل. انما وقيله غادي نعمل سميتو، غادي نشوف شي طوموبيله وصافي. المهم غادي يمشي حتى ينزل على الخطر ديالو، ونشوف شي طوموبيله وغادي نكمل الطريق لتما. المود الاخوان رائع وجميل جدا، لقيت فيه بزاف د الحاجات زوينين اللي عجبوني، وغادي تشوفوه ونكتشفوه مع بعضياتنا. دابا شي هو اللي كاين الاخوان، ولكن ما غاديش نوصلو ان كاين البعد بزاف. غادي نشوفو شي طوموبيلة. المود هو هذا في الجبل، ها هويا المود الاخوان، هو هذا ها هويا، ها المود هو هذا. حنا دابا غادي نشوفو شي طوموبيلة، غادي ننزلو نشوفو لقينا شي طوموبيلة ننزلو فيها، وغادي نمشيو للمود. لما الاخوان ما نعرف واش يخلينا شي واحد يمشيو للمود ولا يقتلونا هنايا، لا ما نعرف الاخوان واش كاينه شي طوموبيلة هنا ولا والو. فهمت المود هذا، ما عارفش هاد البيت هادي، ما عارفش واش فيه، حنت كنلقيت فيها السيارات. نايس موتور ماشي مشكل، نايس موتور ماشي مشكل. موتور الاخوان ماشي مشكله، ندي باني وبيه الموتور، هو راه كيجري ماشي زعما ليتس غاو. لقينا الطوموبيله، ها واحد البوت جاي لعندي، ها شوف ها هو هرب. شتيه؟ او لا سير سير. اه كاين تيدن بزاف هذا، اه مستحيلة. طوموبيل احسان، طوموبيل احسان، خنا غنموتو دابا، ما عندناش حتى الدم ما عندنا. اسريع اسريع الى المود، اسريع الى المود. داك بوت ما عندي دابا حاليا، لقاش من كتنزل كتلقى البوتات، ما كاينش ملاعبية. وكان شي ملاعبية غيقتلني هذا، هذا علاش انايا ما بغيتش نقاتل مع البوتات، بغيت نطول عليكم بزاف الفيديو. خصني نمشي للموط. اخيرا الاخوان وصلنا للموط، يا سلام. هذا هو الموط، هنا كاين الموط، لكن في الجلوبو ولا في كوريا ولا في الهنديه ولا في المهم ببجي كامله باقي ما عارفش فين كيديروا الموضات. الموضات الاخوان راه كتلقاو كرات حمراء، او لا كتلقاو ديك الطابع ابيض، هذا هو الموضه، ولا كتلقاو ولا كتلقاو العلامه دايره بحال هكا كيوريتكم. الطوموبيلة ما كتطلعش في العقبة، لهذا خصك تبقى الدور هكذا والدور هكذا باش كتطلع. إلا بقيتي ماشي نيشان راه ما كتبغيش تطلع. لا نايس وصلنا للمود، كما قلت لكم الاخوان هذا هو المود. هنا كتلقاو الاسلحه، هذه كتهرسوها بحال هكذا شفتيها، مع النزله كتعطيني كاطني كاسك. اول حاجه هنايا كتدخل هنايا، سلاحه موجود كل شيء هنا اللي بغيتو الاخوان. نزلو الاوزي احسن، اوزي هنايا، يعني دابا غادي نتقاتل معاهم، ماشي غادي نلعبو، غادي نكتاشفو المود، نكتاشفو بزاف د الحوايج هنايا، يعني البوتات ما غاديش يبرطون. هذا الاخوان واحد السلاح اللي هو رائع، هذا ديال التلج هذا. الدرع ماشي مشكلة، واخا الدرع عادي. هنايا الاخوان راه كتلقاو جميع الاسلحه، الناس اللي كتبغي الاسلحه، الناس اللي كتبغي الاسلحه هنايا في المود راه بزاف الاسلحه كاينين. هنايا الاسلحه بزاف، نكتشفوا المود بعدا هو الاولاني. نشوفوا ندخلوا لهادي ديال الثلج، هنايا هنايا فيها ديال الاسلحه. نايس الاخوان. دابا غادي نوريكم واحد الحاجه اللي بغى يجي ليها، راه فيها بزاف هنا، هادي هادي فيها بزاف الاسلحه هنايا، كتهرسوها بحال هكذا كتعطيكم
الفلو الثلج دير اللي بغيتو هنايا كتلقاه هنا بالكل شيء. انتما فيها حتى المزلاجة فيها كل شيء. هادو الاخوان هرسوهم اللي شافهم هذا شي بوت هنايا جاي كيجري كي ولكن ماشي مشكل غادي تديو عليه. انت هو كيضرب شتيها فين هو بعد هو كاين دابا هنايا ولكن فين هو انت ها واحد فين هو شتيها راه ما كيخليوكش تلعب راه كيجيو لك كيبرطوك. لهذا الاخوان ديما هزو معاكم السلاح انتما كون لاعبين راكم غادي تعرفوا اللعب راه ضروري هنايا غادي يكونوا ملاعبيه غادي يكون بزاف الحاجات كتدخلوا هنا عاوتاني لا فيها القلوب فيها كل شيء يعني اي حاجه بغيتوها كاينه هنايا اسلحه فتاكه جميع الاسلحه. ودابا غادي اللي باغي نوريكم الاخوان هنايا هو هذا السلاح هذا كيعطيني 50 دابا شنو كيعطيني غير واش كاينه شي حاجه ديالو كتهز معاه نشوف ما فهمتش ديك النهار عطاني 50 دابا شنو عطيني غير واش كاينه التعميره ديالو اخوان ما عرفتش التعميره ديالو فين كاينه انما راه كاينه التعميره ديالو كيولي فيه 50 قرطاسه يعني كتبقى تضرب في جميع البوتات وداك الشيء وبنادم كتردو الثلج بنادم كلشي بزاف د الحاجات كنت لقيتها انا المره اللي فاتت الفيديو اللي فات كنت لقيتها في هاد البلاصه هنا التعميره ديالو كنلقاها في هاد المكان الاخوان كنلقاوه ولا في هاد المكان مبقيتش عاقل بالضبط. هادو هما الاماكن اللي غتلقى فيه التعميره ديالو هنايا يمكن تلقاو التعميره ديالو التعميره ديال سميتو ديال هاد الفلاح. دابا هنايا الجرس هذا ما عرفتش ديال اش هاد الجرس هذا انا دابا الجرس ها هو نكتشفو شنو فيها. دابا هاد الجرس هذا جرس وقيلا كاين الفوق بلا تنطلع للفوقي 100% كاين الجرس فوق. الجرس هذا هو اللي خصني نعرف اشنو فيه. انا الاخوان كنوريكم دابا غير الفيديو صافي. الجرس هاد الجرس كاين الفوق انا غادي نطلعو دابا نشوفو الجرس هذا فين كاين. نايس كاين الجرس نيت فعلا كاين الجرس فوقي هذه ديال المزلاجة اللي بغيتي تزلجو بها. ولكن الجرس فين كاين ها الجرس لهاد الجهة اذا الجرس غتلقاوه الفوق هنا كاين الجرس ها هو الجرس هنا في هذا المكان الجرس وهذا ها الجرس الاخوان كتجي عنده بحال هكدا وكتفتحو ما اسمع الصوت كتخدم هاد الجرس هذا وكيبقى خدام الانذار هذا. قلت لكم الاخوان راه صراحه تحفه الاخوان جميع الاماكن هنايا شتيها حتى من الام كاينه انتم الاخوان فهمت. الصندوق كتلقاوه هنايا فيه الأوم فيه كل شيء منزل هنايا جميع الأسلحة ولكن المشكلة ما فيهاش ما كاينش ها هو السلاح ديال الأوم ها هو شنو غادي سير نتايا خلي نتي هنايا سير نتي فين هو السلاح حيد هذا حيد تا القنبلة هادي هادي حيدها كاع
فاهمو كلشي، ندير ان فور حسان، لكن ان فور كتعجبني بزاف، ان فور هي اللعب ديالي، نتوما شوفوا الاختيار ديالكم. فكرتوني كاينه واحد الحاجه اخرى غادي نوريها لكم، ما عرفتش بلاتي نتاكد منها بزاف، نتاكد منها واش بصح كاينه ولا ما كايناش. فين 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 بالضبط فين بقيتش عاقل فينا الاخوان. لا ما بقيت عاقل الاخوان، كنت شتها ما عرفتش فين كاينه بالضبط، فين كاينه هنايا، فين كاين هذا، قلت هذا غيدير ليا الصداع في راسي، نحيدو هو الاولاني، فين هو بعدا، يدير لي الحماق راسي، يفرع لي راسي هاد البوت، باق ما تباق تباق اللهم طيحني، حيدو فين هو بعدا اللخرا فيه، حتى البوت ما عرفتو فين كاين. بلاتي 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 هادي 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 فكرتوني هادي ها انت شو شو ما تضربوش في الراس شتيها كيتجمد كيتجمد كتضربو كيتجمد كتجمدو انتوما الاخوان شتي لاحظتو معايا كيتجمدو الموت سميتو وهنايا انتوما شوفوا الاخوان انتوما كتجيو تحت من هذا بحال هكا كيعطيوك هاد العلبه ها شتي هنايا كل ما جيتو تحت من هاد السيرك هذا كل ما جيتو تحت من السيرك كطلع لكم هاد العلامه هادي كيقول لك تما التزلج كتبقى تاكي عليها كيبقى من لاعبي غادي بوحدو ما بغيتي تنزل كتكي عليها هكذا كينزل شتيها شتيها لاحظتو معايا كتعلى كيتهز فوق الدار شتي صراحة الإخوان والله العظيم إلا عجبني هذا المود هذا على المود ديال الزومبي، هذا المود هذا زايد على الزومبي، وهنايا الإخوان راكم عارفين هادو هنايا كتجيو كترسم بحال هكذا، شتيها كتعطيك يمكن تعطيك درع يمكن تعطيك سلاح يمكن تعطيك أي حاجة، أي لعبة فيها هنايا شتيها أسلحة فيها بزاف الحاجات، ديما فيها والو خاوي. هذا هو المود ديالنا الاخوان دابا اللي كان كيما وريناكم شنو باقي لنا هنايا عاوتاني شنو باقي لنا شي حاجه خصني نوريها لكم وبالي وقبيله تبيت نقول لكم شنو هي ولكن مابقيتش عاقل بالضبط عليها هذا ها هو يا اشتي انا كنقول لكم شي حاجه هذا كتلقاوه في اي مكان هذا حمار كتركب عليه كتمشى به كيتعلى شي ها كترجع كتسوقو بحال الطوموبيل راه ماشي زعما شي حاجة كيتسوق بحال الطوموبيل وكيرجع لكن الإخوان ملي كتلقى شي عقبة قدامك ها هنا ما حصل هنايا هنا حصل دابا صافي هود يلا هود مقدرش يطلع يعني ما عطينوش الحكمة مزيان دابا الموت باقي ما عرفوش مزيان الاخوان لهذا علاش انايا باقي كنقول لكم بزاف الحاجات اللي همايا ما عرفهمش انا يعني الموت غير كنجرب فيه وصافي نزلو غنقلبو على العربه ديالو ما عرفتش فين كاينه الاخر فين هويا ولكن العربه هنايا واقيلا كاينه العربه هنا كاينه العربه هو المستفيد ما كايناش العربه هنا علاش خصنا العربه ديالو خصنا العربة ديالو ضروري نقلبو عليها خصنا نقلبو على العربة ديالو خصنا نقلبو على العربة ديالو ولكن فين هي ما عرفتش بالضبط كيبوت ما عرفتش منين ندخل لقيتها هذا شنو فيه هذا تاهو هذا واقيلا هذا فكرتوني هذا الاخوان كتقلبو له على الولاد ديالو ولكني بالضبط فين كاينين ما عرفتش كيفاش كيعملوا
اني طاربه معاك نتايا. يلا سلاح يلا، وين بغيناش نضربوك حنايا وانت بقيتي باق ما تباق. هذا الاخوان كيفاش غادي فاتي اخوانو؟ لا والو، ماشي خصنا شي حاجة كاينة هنايا. هذا راه مقدار شنو كيعملو له. هذا الاخوان كنا كنجمعوا له سميتو، كنا كن والله الاخوان لقيت عاقل بالله. لو تشادي كتنزل بلاتي بلاتي. لا صح، لا 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 ولا صاحبي طلع صح. ايوا والو هكذا يا فهمت هاد اللقطة هادي بغيت نطلع لواحد البلاصة هنايا. انت والله ما بغى يطلع بالله. دابا المود ما فهموش مزيان، بقي ما عارفش كيفاش يطلع. الله يعين الوالدي، والله ما بغى يطلع بالله. المهم ماشي مشكله الاخوان، كان هذا هو المود ديالنا اللي وريتكم دابا. بقى لي الاخوان هذه حاجه واحده، بقى لي هذه خصني نقلب ليها على التعميره ديالها. راه كتلقاو ليها الاخوان كتولي 50 فيها 50 قطعه، يعني ما كيوقفش من الطلاق، كتبقى تطلق اكثر من القياس. لا يا راه هذا ماشي كنا جينا له قبيلاتي عاوتاني. هذاك البوت الدارية ديالي صافي، لقينا هادشي هو اللي كاين هنا في المود. هادو كتهرسوهم كيما وريتكم الاخوان. الجرس رانا وريتكم كيفاش كضربوه، كتشيو الجرس كضربوه. فقا هادي لي شنو فيها، كتأكد هي جميع الأسلحة، السكوب، كلشي فيها هنايا. هذا الاخوان باقي له هو هذا اللي كتجمع له الاولاد ديالو، هذا كتجمع له الابناء ديالو، ولكن بالضبط انا ما عرفتش كيفاش. هذا كتجمع له الابناء ديالو ولكن كيفاش ما فهمتش. البلاصه اللي كدير تشريها هي كتكون هنايا، بغيتي تشريو شي حاجه يسلي بيش شي حاجه. ها هي في نهايه شتي كيفاش عامله. لا يا الاخوه اللي بغيتو تشريو شي حاجه، ولكني ما عنديش، انا عندي 71 ديال السلاح. تشري فلاير، تشري اي لعبه تخربيقه هنايا، اسلحه معروفه هادي راه ديال الشري، كلشي راه عارف، راه ما كاينش اللي ما عارفش هاد اللقطه هادي. وهنايا جمعوا الفلوس، بحال جمعوا الفلوس، جمع الفلوس بواحد الكثره. انا غادي نجمع الفلوس وغادي نشري بها فلاير، وغادي تشوفوا غادي نطلق الفلاير، غادي نطلق الفلاير. ايضا ما كاينش هنا الفلوس، زيد هز الفلوس اللي كاينه تما كامله. قريب القادير، قريب القادير الفلوس ديال هاد البلاصه كامله، قريب القادير. يا عندي الاخوان بينك داكشي، واش ما كيبغيش يطلع بالزربه؟ كنعيا نتكي ما كيبغيش يطلع بالزربه. عندي البينك، عندي البينك لهذا الاخوان. علاش عندي انايا غير كنقول ما كيبغيش يطلع ورا البينك؟ هذه هي كتهرسوا الاخوان. عندي البينغ لهذا ما كيبغيش يطلع من لاعبي بالزربه، وانا كنقول مالو هو راه البينغ. دابا شوف راه 157 في البينغ، عندي 157 في البينغ. شتي كيفاش يطلع حتى سميتو حتى السلاح ما كيبغيش يبدلو بالزربه، كيتعطل في التبديل اي حاجه.
بغيت يضربو في الراس. نشوف او لا 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 ود الحرام يا على ود الحرام طلق ثلاثة طلقات متابعين. انا كافر بالله والله الا كان عيد ديري الدم كامل. مشى مات وقيت اه هو في الوقت. هو حاصل هنايا دابا هذا حاصل هنايا شتيه ها ها انتم الاخوان هذه الطريقه اللي قلت لك انايا كتعملها له كيرجع 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 بو مات صافي مات تزنق ثلاثه كتردو الثلج وديك الساعه يمكن لك تتحكم في انت في الضرب ديالو. ايوا الاخوان هذا هو المود ديالنا اللي قلت لكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. شكرا لكم فلو لي براسكم تنعمل لكم فيديو اخر.